مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر جديد، أفادت المديرية العامة للرصاد الجوية اليوم السبت بأن زخاطر رعدية مصحوبة بحبات البرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم السبت 21 شتنبر 2024 بعدد من أقاليم المملكة المغربية. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أن زخاطر رعدية تتراوح ما بين 30 و60 ملم مصحوبة بحبات البرد وبهبات رياح ستهم أقاليم طاطا وتنغير وزاجورة وفيجيج والراشيدية وتارودانت وأوسرد والسمارة وقلميم وورززات وأصازاقة ووادي الذهب وبوجدور وتزنيت من الساعة 12 زوالا إلى الساعة 11 ليلا. هذا وفي خبر آخر، وفي مشهد نادر شهد إقليم الزاجورة أمطارا عاصفية ساهمت بشكل كبير في إعادة جريان أودية الإقليم بعد فترة طويلة من الجفاف وشح المياه. ومن أبرز الأودية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في منسوب المياه وادي منطقة أولاد يحيى، حيث ارتفع مستوى المياه إلى 7 أمتار، وهو مستوى لم يسجل منذ عقود. وبحسب مختصين فإن سرعة جريان المياه تجاوزت 3000 متر مكعب في الثانية، مما يعني أن هذا التدفق الكبير قد يملأ السدود بالإقليم إذا استمرت الأمطار لفترة طويلة. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.